would be synthesis of my specific routine. If I want a specific routine, and according to the question that I made, cost of event routine, why can هم عموما بينظموا عمل الترانسليشن.
messenger RNA, قلنا الفايف برايمات بتبقى كابد باي 7 مثل جي بي بي. كابد يعني يعني متغطيه عليها قطع من ال 7 مثل جي بي بي. نبص مع بعض كده على 7 مثل جي بي بي ونشوف راكب ازاي ومقاله ازاي راكب. ده ال 7 مثل جي بي بي لان ده ايه كده ده؟ ده جوانين وشارك فيه مثل جروب في نمره 7 يبقى 7 مثل جوانين. ونلاحظ نمرة 7 عليها ايه؟ بوزيتيف تشارج. اوكي؟ كانوا عليها ازاي نشبكه في البنتوز في الرايبوز عشان نعمل نيوكليوسايد. نيتروجين نمرة 9 كانت ان اتش هنشيل الهيدروجين بتاعها وصاب او اتش من نمرة 1 برايم بتاعت الرايبوز ونشبكهم مع بعض. وادي الرايبوز بتاعي. اوكي؟ ادي نمرة 1 2 3 4 دي بتكمل الرينج. يبقى رايبوفيورانوز زي ما قلنا قبل كده. بحيث ان نمره 1 البوند طالعه منها من فوق تبقى انت بيتا فورم زي ما قلنا قبل كده برضو. وادي نمره 5 طالعه لفوق عشان كده بنسميه دي رايبوفيورانوز. دي كان سي اتش 2 او اتش شلنا الاو اتش وشفناه في الفوسفيت. بعد كده النيوكليوتايد وفي 1 فوسفيت كمان فوسفيت كمان فوسفيت بقى تراي فوسفيت. يبقى جوانين مع رايبوز مع 3 فوسفيت يبقى جي بي بي وفي مثل جروب في نمره 7 يبقى دي 6 7 مثل جي بي بي. ده هنشوف فين قلنا عن الفايف برايم اند. ادي الفايف برايم اند. قلنا الفايف برايم اند تتميز بوجود ايه؟ رايبوز وفي فوسفيت في نمره 5 اهي. رايبوز وفي فوسفيت في نمره 5. مظبوط كده؟ طيب هل ال 7 مثل جي بي بي ده شابك في الرايبوز بطريقة غير معتادة ولا بطريقة معتادة؟ غير معتادة. ليه غير معتادة؟ خمسة شابكة في ثلاثة. زي ما قلنا دايما لو نبص كده على البولي نيوكليوتايد تلاقي ثلاثة شابكة في خمسة، ثلاثة في خمسة، ثلاثة في خمسة، طول ما انا ماشي. انما هنا خمسة شابكة في خمسة. ادي الرايبوز بتاعة ال 7 بيتل جي تي بي نمرة خمسة بتاعته هي اللي ماسكة مع نمرة خمسة في الرايبوز بتاع اخر نيوكليوتايد. فهنا عاملين بقى ايه؟ 5 برايم 5 برايم كونكشن. ودي طبعا عجيبه غريبه. اوكي. ايه ميزتها دي؟ انها تميز ال 5 برايم اند بوضوح وتخلي بقى الماسنجر ار ان ايه ده يتحرك من النيوكليوس الى السيتوبلازم. هنعرف الكلام ده بعدين. عشان يقابل هناك الرايبوسوم. وحاجه كمان ايه هي ترى دلوقتي السيل فيها اكسو نيوكليز. يعني ايه كلمه اكسو نيوكليز؟ يعني بيفك النيوكليوتايد اللي على الطرف. كلمه اندو نيوكليز وهيكتب علينا قدام شويه يا اولاد مهمين نفهمهم دلوقتي سهلين قوي. خدت قبل كده يعني ايه اندو بيبتيديز واكسو بيبتيديز؟ بالنسبه للفيرفاي شيب ما كانش حاجه. اندو بيبتيديز يعني اشتغل على الفيرفاي بوند اللي في وسط الفيرفاي شيب. واكسو بيبتيديز يعني اشتغل على الفيرفاي بوند اللي في طرف الفيرفاي شيب. اوكي؟ لو كان هيشتغل عند الطرف اللي فيه كاربوكسيل جروب يبقى اسمه كاربوكسي بيبتيديز. لو اشتغل عند الطرف اللي فيه امينو جروب يبقى اسمه امينو بيبتيديز. اوكي؟ ده بالنسبه للبروتينز بس احنا هنا نيوكليك اسيدز فاحنا هنا ما عندناش بروتينز عندنا بنبدا ايه؟ نيوكليز. ففي برضه اندو نيوكليز ده يشتغل فين بقى؟ في وسط البولي نيوكليوتايد شيب. واكسو نيوكليز يشتغل فين؟ على طرف البولي نيوكليوتايد شيب. اوكي؟ فاهم يعني ايه اكسو نيوكليز بقى تاني؟ هيمر علينا قدام شويه تاني دلوقتي المفروض ال 5 برايم اكسون نيوكليز بقى يشتغل فين؟ عند ال 5 برايم يشيل اخر نيوكليوتايد عند ال 5 برايم. طب وال 3 برايم اكسون نيوكليز يشيل اخر نيوكليوتايد عند ال 3 برايم. كل واحد متخصص زي ما احنا عارفين ان الانزيمات متخصصه في عملها. كويس. فلو انا عندي دلوقتي 5 برايم اكسون نيوكليز المفروض ان هو يعمل ايه؟ يشيل اخر
delta, the element gives a boundary. We should have a little fun. كويس؟ لكن لما يكون ده كده راكب فيه هل بقى الفايف برايم اكسونيوكليز يقدر يتعرف عليه؟ لا، لان ده بقول راكب بالمقلوب. لو كان راكب بالعدل كان ممكن الفايف برايم اكسونيوكليز يشتغل عليه. كان ايه راكب بالعدل؟ يعني لو كانت الفوسفين دي شابكه من ثلاثه هنا. يبقى ده ماشي عادي بقى. خمسه مع ثلاثه. وثلاثه دي مع خمسه في الورا. انما دلوقتي دي خمسه شبكه مع خمسه فدي بتخلي الفايف برايم اكس ونيوكليز ده يتعرف على المسجر ار ان ايه وبالتالي يجي له فرصه يقعد فتره طويله ويشتغل لانه هو يلزم لبناء البروتينات زي ما احنا اوكي عرفنا بقى ايه فايده الكابينج. الكابينج دي على فكره بتحصل بعدين، يعني انا ببني الاول المسجر ار ان ايه وبعد ما ببنيه بعمله الكاب دي بضيف عليه تقليل الكاب. وعرفنا سميناها كاب ليه؟ لانها مغطيه الفايف برايم اند. مغطيها يعني ايه؟ لانها عامله فايف برايم فايف برايم لينك. هي مغطيه الفايف برايم اند وتمنع التعرف عليها بالفايف برايم اكسونيوكليز. اوكي؟ طيب الثري برايم اند بقى فيها بولي اي تي زي ما قلنا. يعني ايه فيها فيها بولي اي تي؟ يعني ايه ام بي ام بي ام بي؟ هو كله عباره عن نيوكليوتايدز للمعدات بقى ملخبطين البوستات كان ام بي وراء جي ام بي وراء تي ام يو ام بي يعني سو فورث يعني في انواع مختلفه من النيوكليوتايدز العادي يكونوا مترتبين بنظام معين عشان يدي فانكشن معين طبعا انما هاي على السي برايم بقى هلاقي ورا بعض ام بي ام بي ام بي مليانه ام بي ودي برضه بتضاف بعدين مش بتتعمل من الاول والكلام ده هندسه تاني برضه بعدين ان شاء الله اما نتكلم عن عمليه الترانسليشن والترانسكريبشن. يعني الكاف دي بتضاف بعدين، انا ببني الميسنجر ار ان ايه الحته دي كده من غير لا الكاف ولا البولي اي تي. بولي اي تي قلنا بزيادة عشان في الاخر بولي اي عشان مليانه ادينيليك اسيد اي ام بي ام بي ام بي لغايه نهايه الفايل 3 فايل. ففي كاف على الفايف برايم اند وفي بولي ايدين على الثري برايم اند. ايه فايده برضه البولي ايدين؟ لان بيمسك معاها بروتينات معينه وبالتالي تحميها من الايه؟ من الثري برايم اكس ونيوكليز. يبقى احنا كده حمينا الميسنجر ار ان ايه من انه يتكسر بسرعه. لان بتخلينا فيها فايف برايم اكس ونيوكليز وفيها ثري برايم اكس ونيوكليز. احنا حميناها من انه تتكسر بسرعه تقوم تديني للبروتينات كتير. اوكي؟ فابتدينا نتكلم في وظائف الايه؟ النون انترسليتد ريجن. وهنقول تفصيلات اكتر بعدين ان شاء الله، بس يعني دلوقتي ايه؟ خدنا فكره برضه عن بعض الحاجات. اوكي؟ طيب. طبعا كل بروتين له جين معين عشان يتكلم. مش كده؟ وممكن اكتر من جين. ازاي يبقى ممكن اكتر من جين يا ترى؟ لو كان مكون من more than one qualified chain وكل chain لها جين. خدت مثال على كده قبل كده؟ خدنا الجين بالظبط كده، كان الفا تشين لها جين والبيتا تشين لها جين. وفي جاما تشين وبيتا تشين احيانا موجودين. مكتوب كده الكولاجين. مكون من ثلاثة الفا تشينز. احيانا اثنين زي بعض وواحدة مختلفة واحيانا ثلاثة مختلفين. يبقى الحلقه دي 2 جينز او 3 جينز، ده كل نوع من الكولاجين. احنا عندنا اكثر من 19 نوع. كل نوع على حدة له جين او اكثر. جين واحد لو كان ثلاثه زي بعض خلاص. انما لو ثلاثه مختلفين يبقى كان 1 جين. كويس، المنطقه من الجين اللي شغلتها في الاخر بناء ميسنجر ار ان ايه بنسميها سيسترون. سيسترون. السيسترون دي جزء من الجين الخاص ببناء ميسنجر ار ان ايه 1. سيسترون. كويس؟ بالنسبة للبكتيريا الوضع مختلف علينا شوية، إيه هو يا ترى؟ إن ممكن الميسنجر ار ان ايه يبقى بولي سيسترونيك. يعني إيه بقى بولي سيسترونيك؟ المعتاد الميسنجر
وبعدين terminating colon لبروتين ما. ونفس المثال ده عن ايه؟ في another initiating colon بعد كده و terminating colon لبروتين اخر. وبعدين واحده ثالثه كمان. يعني ممكن يبقى في اكثر من one سيسترون في one messenger RNA. طبعا دي في الاصل كانت في دي ان ايه؟ سيسترون دي اساسا في دي ان ايه؟ انما بعد كده هنعمل كوبينج على ايه؟ messenger RNA وبستعمله لبناء البروتينات. بالنسبه لنا احنا الكلام ده ما بيحصلش. احنا عندنا الميسنجر ار ان بتاعنا يبني بروتين واحد فقط. خدوا بالكم هذا يعني يبني لي 1 بوليبيبتايد شيت على صح 1 بوليبيبتايد شيت. ليه بقول كده؟ لاحظنا الانسولين مثلا له جين واحد يبني 1 بوليبيبتايد شيت. طيب زي الكلام ده بالرغم من ان نقول ان الانسولين مكون من كام بوليبيبتايد شين؟ اثنين. عشان كده الانسولين له هو جنرال ستراكشر عشان مكون من 2 بوليبيبتايد شين. فازاي كده الفرق؟ ان بعد ما بدي البوليبيبتايد شين مش الحته اللي وسطها يبقى فاضل لي ايه؟ حتتين اللي هم الاي والبي جينز. في حاجه اسمها سي بيبتايد كان وصل التو تشينز مع بعض بتشيل السي بيبتايد اتفضل الاي تشين لوحدها والبي تشين لوحدها. هل دول طالعين من تو ديفرنت جينز؟ طب هو جين واحد اللي يتفرق وعمل 1 بوليبيبتايد تشين كبيره فيها اي تشين وفيها بي تشين وفيها سي بيبتايد كلهم من 1 تشين. بتشيل السي بيبتايد من الوسط يبقى فاضل اثنين. اوكي؟ فكون تاني البروتين فيه مور ذان 1 بيبتايد تشين مش معنى كده ان هو مور ذان 1 جين. عشان بس ايه ما يلتبسش الامر على بعضه. خلاص عرفنا ان ايه بولي سيسترونيك وقلنا ده بيبقى في البكتيريا وان معناها ان في ميني انيشيتنج اند تيرمينيتنج كودونز. وكده يعني مؤقتا كفايه على الميسنجر ار ان ايه هنقول عنه معلومات اكثر في المستقبل ان شاء الله. ننتقل الى الترانسفير ار ان ايه. ترانسفير ار ان ايه بقى له كده شكل معين. له شكل معين. الشكل المعين ده شبه ايه يا ترى؟ شبه ورقه البرسيم. ورقه نبات البرسيم لها هذا الشكل. ده الغلط بتاعها طبعا. وبعدين لها كده ليس من ناحيه دي ومن ناحيه دي ومن ناحيه دي. فدي بنسميها ايه؟ بنسميها كلوفر ليف ابيرنس. كلوفر اللي هو البرسيم. كلوفر ليف ابيرنس يعني شكلها زي ورقه البرسيم. ده نتيجة ايه يا ترى؟ نتيجة ان البوليدي في الفايف شين بتاعتي طبعا دي بدايتها ان الفايف برايم اند اهي. ماشية كده وبعدين بتلف حوالين نفسها وترجع تاني. ماشية كده وتلف سيبنا من التفصيلات ترجع تاني. ما تكون حاجة ماشية كده وراجع تاني. تبقى عاملة زي دبوس الشعر. وبالتالي بنسميها هير بين ابيرنس. هير بين يعني ايه؟ يعني حاجة رايحة راجعة. ده المقصود بكلمة هير بين. فهمنا هير بين يعني ايه؟ الهير بين طبعا مش ما هوش سيمبل هير بين. يعني ما هوش ماشي كده وراجع كده وخلاص لا. ده بيتفرع كده وكده وكده. ايه السبب في الشكل النهائي ده؟ ان في انترا تشين هيدروجين بوندينج بتوين بيسز. يعني ايه انترا تشين؟ يعني in one polynucleotide chain. In one polynucleotide chain we have hydrogen bondings. خد بالكم في الدي ان ايه الهيدروجين بوند كانت ايه؟ انترا تشين برضه؟ لا انتر تشين يعني between the two chains. لان الدي ان ايه عباره عن two chains. انما هنا هي واحده. ومع ذلك في hydrogen bonding. فازاي واحده ويبقى في hydrogen bonding؟ نتيجه انها بتلف وترجع حوالين نفسها. فالحته دي كلها النقط السوداء دي تمثل ايه؟ هيدروجين بوندنج بين البيسز المتصاد بعض. according to ايه؟ to the base pairing rule اللي بتقول مين مع مين ومين مع مين؟ زي الـ DNA ما عدا ان احنا نحط مين محل مين؟ يو محل تي بس يبقى otherwise هي هي. يعني الـ A مع اليو بدل هناك كانت مع تي. خلاص؟ والسي مع جي. يبقى هي ده سيم بيس. طيب
دي متمشية معايا بقى، مع ان اليوراسيل والسباينين في علاقة بينهم. اليوراسيل بتاع ار ان اي والسباينين بتاع دي ان اي زي بعض بالظبط، ما عدا ان السباينين دي مثل جروب زيادة بس. فاذا طبعا مثل جروب زيادة دي هل تضيف او تقلل شيء من الهايدرو بوندنج؟ طبعا ما لهاش اي لحظة. هل الباشر جروب الزياده اللي موجوده في الصينيين دي كانت شارك باي اني مينز ان هايدرو بوندنج؟ نو، خلاص يبقى ما عملش ايه؟ يبقى هو عامل زي اليوراسيل، وبالتالي هيعمل هايدرو بوندنج زي اليوراسيل بالظبط. يبقى هيعمل هايدرو بوندنج مع مين؟ مع الادينين بالظبط. هنا الصينيين مع الادينين، هنا اليوراسيل مع الادينين. فوق طبعا هناك السيتوزين مع الجوانين، وهنا نفس الشيء السيتوزين مع الجوانين. في الـ A في T، ما احنا لسه ما خلصناش الكلام اليوم. الكلام ده انا قلته سابقا بس هنقوله مرة ثانية. لأن زي ما أنتوا بتسأل إن في هنا T، أيوه في هنا T، وده كلام ده من سابق. قلنا الصايمين المعادي بتاعه موجود فين؟ في الـ A بس exceptionally موجود في الـ tRNA. موجود exceptionally في الـ tRNA. وده السبب لو كنت فاكر ان انا قلت الاصول نسمي ديوكسي كاينيلي وديوكسي كاينيليك اسيد. قلنا في ناس احيانا يقول لك ايه؟ طب ما الصينيين ده لازم في الـ DNA. خلاص ما فيش داعي اسميه ديوكسي. هم الناس لازم يكون ديوكسي. لا مش لازم، ليه؟ لانه موجود اهو في الـ RNA. صح ان احنا دايما نسمي دي اوكسي كارنيلين، ودي اوكسي كارنيليك اسيد ده اللي موجود في الـ DNA. واللي موجود في الـ RNA هيبقى دي اوكسي ولا لا؟ مش هيبقى دي اوكسي، لان الـ RNA. فده هيبقى هنا سباينيلين وسباينيليك اسيد. طيب اما بتاخد هذا الشكل اللي سميناه كلوفر ليف ابيرنس، يبقى عندي فيه كام ار هنا بقى؟ ادي ار، ادي اثنين، ادي ثلاثة، ادي أربعة، ادي خمسة. عندي خمسة ار، عندي خمس اذراع. ادي ذراع بنسميه اكسبتور ار. الارم ده بسميه اكسبتور ار، الارم ده اللي هو يشمل ال 3 برايم وال 5 برايم اندز. خدوا بالكم، وخدوا بالكم برضه ان هم ما هماش مع بعض، يعني مش ال 3 برايم وال 5 برايم قصاد بعض، لا. ال 3 برايم اكبر شويه، اوفر هانجنج، لما تكون اكبر شويه كده نسميها ايه؟ اوفر هانجنج، لانها اكبر شويه. اوكي، فده الارم ده اللي هو فيه ال 3 برايم وال 5 برايم بنسميه اكسبتور ار. ليه غير بنسميه الاكسبتور ار؟ لان ات اكسبتس ذا امينو اسيد، ات كاريز ذا امينو اسيد. احنا قلنا من الاول ترانسفير ار ان ايه، بنسميه ليه ترانسفير؟ بيكون في ترانسفيرز بينقل امينو اسيدز تو ذا رايبوسوم فور بروتين سنتس. بس احنا بنعمل كده مظبوط كده؟ طيب بيشيل الامينو اسيد فين؟ عند ال 3 برايم اند. لان لو كنا فاكرين ال 3 برايم اند تتميز بوجود ايه؟ فري 3 برايم او اتش. الاو اتش بتاعت الريبوز هنا فري. ليه؟ لان ما وراهاش نيكروتايد وراء. في نيكروتايد وراء كان هتشبك في الفوسفيت بتاعه، مفيش، يبقى فعلا 3 برايم اند ايه؟ فري زي ما قلنا زمان. اوكي؟ هنا بقى مكان اتحاد الامينو اسيد. الامينو اسيد هيمسك في الدي ار ان ايه هنا في ال 3 برايم او اتش. تفتكروا يمسك باي كيميكال جروب فيه؟ وازاي يشبك؟ باي وات كايند اوف بوند؟ هل يمسك؟ طبعا عندنا فيه الفا كاربون، وعندي كاربوكسي جروب، وعندي امينو جروب، وعندي ار راديكال. تفتكروا بيمسك بمين في الاربعه دول؟ هل هي الار راديكال؟ مين موافق انه يمسك بالار راديكال؟ ما حدش. طيب بالامينو جروب، بالالفا كاربون، بالكاربوكسي جروب، ما في. كويس، عدد ده بقى سبيل واحد. طب يشبك ازاي؟ وات كايند اوف بوند؟ ها؟ استر بوند. برافو. ليه قلت عليها اكثر؟ لان اسيد مع اربع، مظبوط كده؟ اسيد مع اربع، يبقى هيمسك باي اكثر، صح؟ اوكي؟ عرفنا
violate the seminal except for all, because it accepts the amino acid, it carries the amino acid here. I'm calling ester bond, and then carboxyl group with amino acid, mal 3-5-OH. Okay? ودايما اخر ثلاثة بيسز في هذا tRNA بيبقوا CCA. يا ترى صح اسميهم CCA ولا ACC ولا الاثنين صح؟ CCA. برافو عشان لازم تمشي من خمسة إلى ثلاثة صح؟ ما فيش أبدا من ثلاثة إلى خمسة. العدد دايما بنعد من خمسة إلى ثلاثة دايما CCA. كويس. طيب خلاص عرفنا ان السيكتور ار مصطفاضي والامينو اسيد قلنا بيشبه هنا. طيب ايه الاذر ارمز بقى؟ اول ارم بيقابلني هو الدي ارم. ليه بقول عليه ده اول ارم؟ لانه ناحيه الفايف برايم اند فده اول ارم بيقابلني. اوكي؟ في بعض الناس بيحاولوا يسموه نمبر 1 عشان هو اول واحد بس ده مش منتشر قوي هذا التسميه. اوكي؟ هنا ده اسمه دي ار. ليه بقى اسمه دي ار؟ لان في هنا دايهايدرو يوراسيل. فاكرين في الانيوجوال بيسز في الانيوجوال بايلينين قلنا واحد منهم ايه؟ دايهايدرو يوراسيل. ده يفرق يعني اليوراسيل؟ اثنين هيدروجين زياده عشان كده سميناه دايهايدرو. بين خمسه وسته كان في دالبارد راحت خلاص بقى دايهايدرو يوراسيل. فالداي هيدروكسل موجود في هذا الارم في هذه والارم ده بينتهي بلو. خدوا بالكم الارم الاولاني الاكسبتر ارم ما بينتهيش بلو انما هنا الارم بينتهي بلو. لوب اللي هي حته كده ما فيهاش بيسبيريك. هنا كله بيسبيريك اهو ومفيش لوب خالص في الاخر. هنا في هنا بيسبيريك اهو وبعدين في لوب وعادة اللوب يبقى فيها سبع بيس ومش مهم نعرف عدد. اوكي؟ دي بي ارم. دي ارم دي بيتعرف يمسك فيها صح؟ بيمسك فيها الانزيم اللي بيشبه امينو اسيد تي ار ان. هنعرف بعدين ان كل امينو اسيد له انزيم مخصوص ينشطه ويشبهه في مين؟ في تي ار ان اي الخاص بيه. يعني اذا نتوقع يبقى عندنا كم نوع من تي ار ان اي على الاقل؟ 20 نوع مظبوط. لازم عندنا على الاقل 20 نوع من التي ار ان اي. ليه؟ كل واحد يشيل امينو اسيد. هل ينفع في تي ار ان اي معين يشيل بوردر ران امينو اسيد؟ ولا بقى اصبحت الكودرز ما لهاش معنى؟ ولا يمكن ترتيب اي نظام للامينو اسيد فيه. اوكي؟ لا، فكل امينو اسيد له تي ار ان اي مخصوص يتعرف عليه ويمسك فيه. مين اللي بيتعرف بقى عليه؟ الانزايم. الانزايم يتعرف على الامينو اسيد ويتعرف على التي ار ان اي وبيمسك التي ار ان اي جزئيا في الدي ار. خلاص؟ طيب بعد كده الارض اللي وراه وممكن نسميه مجازا نمبر 2 الانتي كودر ار. انتي كودر ار في برضه هنا منطقه اسباني زي اللي هنا كده اللي كانت في الدي ار وتنتهي بلوك زي ما اتفقنا وزي ما اتفقنا لوك عادة فيها سبعة بيسز عندي اثنين أربعة خمسة ستة سبعة. خلاص؟ الثلاثة الوسطانيين بالذات اسمهم أنتي كودون. الثلاثة الوسطانيين في هذه اللوك بتاع هذا الأرم بيبقوا اسمهم أنتي كودون. أنتي كودون. ليه ترى بنسميها أنتي كودون؟ ده من اللي هنمسك في الكودون اللي هو بتاع مين؟ بتاع الفاسد بتاع الار ان اي لازم يتعرفوا على بعض ويمسكوا مع بعض. according to ايه تفتكروا يمسكوا مع بعض؟ برافو according to base pairing rule تمام اللي احنا لسه قايلينها سي مع الجي واليو مع الاي نفس البيس بيرنج. طيب وبعدين في كمان ارم اضافي متغير في الحجم من نوع الى اخر من التي ار ان اي فبنسميه اكسترا ارم وده في نوع على هيئه لوب اكثر من على هيئه ارم يعني ما فيهوش بيس بانك ما فيهوش بيس بانك. الانتيكودر ار بقى باي ذا واي بيحتوي على بقى حاجه غريبه مش موجوده عاده يحتوي على هايبوزانس احيانا هنشوف الكلام ده بعدين. احيانا هذا الانتيكودر ار يحتوي على ايه؟
neutral basis موجود في البي ار ان ايه هيدروجين ايه داي هيدروجوراسيل ها موجود في الدي ار وهايبوزانسل في الانتي بودن ار والهايبوزانسل هنا مهم جدا لو فانكشن اساسي زي ما احنا عارف بقى اوكي طيب الارم اللي بعد كده بنسميه ممكن نديله نبره ثلاثه اذا حبينا انما هو اسمه تي ساي سي ار ليه بقى؟ لان في تي اهي تي هنا دي اللي هي ثايمين ها طبعا مع الشوجر بيبقى اسمهم ثايمين وهنا في حاجه اسمها بساي او الحلل يعني ايه بساي وبعدين السي اللي هو السيتوزين وماسك مع شوجر يبقى اسمه سايتيدين ومع فوسفيت يبقى سايتيدينيك اسيد او سايتيدين وفوسفيت المهم ليه بفضل اسميهم باسم النيوكليوسايد rather than the nucleotide than the base itself يعني بقول في هنا ثايمينين طبعا انت ممكن تقول ثايمين الاثنين صح وفي هنا سايتوزين اوكي في هنا انا هقول سايتيدين انما كان ممكن اقول سايتوزين مفيش مشكله طبعا الفرق بينهم هم مع شجر ولا انما دي ما ينفعش لازم اقول ايه بقى ساي دي اختصار للسودو يوريدين يعني ايه سودو بقى يا حرام؟ سودو يعني كاذب مش كده؟ سودو يعني كاذب سودو بوديا سمعتوها زمان الاقلام الكاذبه مظبوط؟ بس سودو يعني كاذب فليه ده فرق انا نسميه سودو يوريدين؟ لانه مختلف عن اليوريدين ايه اختلافه عن اليوريدين يا ترى؟ اليوريدين ازاي اليونتس بتاعته شابكه مع بعض؟ تبع القاعده العامه اللي هو اليوراسيل ازاي شابك في الريبوز؟ نمره كام في اليوراسيل؟ نايتر في نمبر 1 مع مين في الريبوز؟ كاربون نمبر 1 برايم ودي القاعده العامه كل البايونيرين شابكين عن طريق نيتروجين نمبر 1 مع فين في الشوجر؟ كاربون نمبر 1 برايم اوكي طب والبيولين زيهم بس نيتروجين نمبر 9 بدل نيتروجين نمبر 1 نمبر 1 ده بالنسبه للفيروس هما ليه بقى السوديوريدين؟ السوديوريدين زي اليوريدين يعني برضه يوراسيل ورايبوز بس الكونكشن مختلف ازاي؟ من ناحيه الرايبوز يا ترى من ناحيه اليوراسيل من ناحيه اليوراسيل بدل ما هو شابك عن طريق نيتروجين نمبر 1 شابك عن طريق كاربون نمبر 5 بس تبقى عشان كده بنسميه سودو يوريدين. هل كان ممكن اسمي يوراسيل هنا سودو يوراسيل؟ ليه لا؟ لانه هو يوراسيل عادي خالص، ايه مختلف عن اليوراسيل؟ ولا حاجه. هو غير مختلف اطلاقا عن اليوراسيل، فما فيش حاجه اسمها سودو يوراسيل. لان ده زي اليوراسيل بالظبط. هو بس الكونكشن مع الريبوز هو اللي مختلف. انه شارك في كارل نمره 5 بدل عن طريق نيتروجين نمبر 1 وعشان كده بنسميهم مع بعض بقى ها اليوراسيل مع الريبوز بالكونكشن الجديده دي بنسميهم سودو يوريدين عشان كده بقى انا هعمل بدل ما اقول في هنا ثايمين وهنا في سايتوزين وهنا ايه مش عارف اقول لا هقول في هنا ثايمينين سودو يوريدين سايتيدين عرفنا ليه بقى بنستعمل اسم النيوكليوتايدز لان اللي يميز اثنين سودو يوريدين ان هو ازاي عامل نيوكليوتايد. اوكي؟ طيب دي طبعا كاركترستيك لهذا الار وعشان كده بنسميها تي ساي سي ار من الار من اللي هو بينتهي بهذا اللوب اللي هو برضه كان معدل في سبعه بيسكس كان معدل. اوكي؟ اذا تاكد تاني الشكل النهائي اللي هو كلور ليف ابيرنس ايه سببه؟ extensive hydrogen bonding intra chain بعد ما تلف بعد ما تعمل لفين كده فيها extensive hydrogen bonding هو ده اللي نعمل لها هذا الشكل طيب ال tRNA يمثل قلنا حوالي 15% من ال RNA الداخلية فاكرين كان الميسنجر كام في المية؟ 5% واللي فاضل 80% رايبوسومال هل مفيش غير الثلاثة دول؟ لا في بس حاجات صغيرة قوي ممكن ما تخشش في الجسم من كتر ما هي قليلة. اوكي؟ طيب في كام نيوكليوتايد يا ترى؟ من 74 إلى 95.
il variation di sama kai about the effect when species of banana كمان الرئيسي الاكسترا ار لان ده مختلف جدا في الطول من نوع من نوع الاخر. اوكي قلنا هتبقى فولد باك اون اتسلف بتلف كده وترجع حوالين نفسها وتعمل لي هيربين والهيربين ده فاينلي بيديني جلو ريف ابييرنس نتيجه انترنال هايدروجين بايلز انترنال انها داخليه في نفس الشين ما عنديش تو تشينز A مع U G مع C in the same tRNA strand. قلنا اللي فيه اكسبتر ار اللي فيها تو اندز وعرفنا ليه سميناها اكسبتر وقلنا ما ينتهيش بلوب وفي تي ار ده هو اللي وراه على طول وده بينتهي بلوب وراه الانتيكودون ار وبرضه بينتهي بلوب وفيها الانتيكودون اللي هم الثلاثة الوسطانيين من السبعة وبعدين في الاكسترا ارم اللي هي فاريبل وما فيهاش هايدروجين بوندنج واخيرا التي سايز سي ارم اللي هو برضه بينتهي بلو. اوكي تفتكروا الانزيم اللي هيتعرف على تي ار ان اي عشان يشبك فيه الامينو اسيد الخاص به بيتعرف على اي جزء من التي ار ان اي. مين الجزء الاهم للتعرف على التي ار ان اي؟ الدي. ايه رايكم موافقين على الدي؟ انتي كودون. اهم ما يميز التي ار ان اي هو الانتي كودون. ليه بقول الدي اهم ما يميز؟ لان دي اللي هتتعرف على مين؟ اللي هتتعرف على الكودون. فاذا الانزيم اساسا بيتعرف على ايه؟ بيتعرف على الانتي كودون. لا نعرف. انتي كودون بقى دي اللي هتحدد له مين الامينو اسيد اللي لازم يتشكل. اوكي؟ فدي اهم حاجه للتعرف عليها. ودي تعتبر بايندينج سايت ولا دي هي الكاتاليتيك سايت؟ حسب الكلام اللي نفس الانزيم سابقا. تفتكروا دي بايندينج سايت ولا كاتاليتيك سايت؟ صعب ولا صعب صعب. البايندينج سايت تشمل الانتيكودون وتشمل الدي ار الاثنين. هما دول بايندينج سايت. انما مش دي كاتاليتيك سايت ليه؟ ليه بقول مش دي كاتاليتيك سايت؟ لان هو هيشبك ايه يا اولاد في ايه؟ هيشبك امينو اسيد فين؟ في الاكسبتر ار. يبقى الكاتاليتيك سايت عند الاكسبتر مش عند الانتي كودون ولا عند الدي. انما هو لازم يمسك في الدي ولازم يمسك في الانتي كودون لان دول هيعرفوه على تي ار ان اي المظبوط اللي هشبك فيه الامينو اسيد المظبوط. اوكي؟ طيب زي ما اتفقنا في أربع أنواع من النيوكليوتايدز غريبة. دايهايدرويوريدين اللي هو في دايهايدروريسل، ثايمينين اللي هو في ثايمينين في تي في ثايمين يعني سودويوريدين اللي فيه ابنورمال كونكشن بين اليوريسل وبين الريبوز، وإينوسين اللي هو في إيه إينوسين؟ اللي هو في هايبوزانتين بالظبط كده. الكلام ده احنا كده يا اولاد خدنا الهايبوزانتين لما يشبك مع الريبوز يبقى اسمه ايلوسين. بحيث ان انا عمال استعمل اسامي النيوكليوسايدز يبقى باي هايدرو يوريدين ثايمينين سودو يوريدين وايلوسين. يحتوي على الهايبوزانتين. اوكي؟ طيب خلاص احنا خلصنا الكلام عن الاكسبتر ار في ايه وهو اللي يشيل الامينو اسيد والدي ارم في ايه ومين اللي بيمسك فيه والدي ساي سي ارم خلاص والانتي كودون ارم كل دول قلناهم خلاص. اوكي؟ طيب بقول اتفقنا برضه ان عندنا على الاقل 20 نوع من التي ار ان اي. ليه؟ لان انا عندي 20 امينو اسيد يلزم استعمالهم لبناء البروتينات. يبقى لازم على الاقل عندي 20 نوع من الاختيار. ولكن
فنشوف احنا عندنا اكتر من 20 او مش 20 اكتر. في البروكاريوت هاي 30 وفي اليوكاريوت هاي 50 وفي الميتوكوندريا 22. يا ترى الزيادات دي سببها ايه؟ ما ننساش بالظبط كده، ما ننساش ان في اكتر من قدر من غسيل من الامينو اسيدز. زي ما اتفقنا من شويه، انا عندي كام كودون فور امينو اسيدز؟ 61، لا 64 منهم ثلاثه ترمينين في دونات كود فور امينو اسيدز، فاضل 61 في كود فور ذا 20 امينو اسيدز. اتفقنا واحد منهم الاي يو جي ده بتاع 180 وبقيت ال 60 لل 19 اللي فاضل. اوكي؟ طب بقيت يعني 60 ل 19 امينو اسيد، اذا واضح ان ممكن الامينو اسيد الواحد يبقى له مور ذان 1 كودر. ده الاحتمال، ده اللي حصل فعلا. طبعا الاحتمال الاخر ان بعض الكودرز لا تستعمل، لا هم ما بيستعملوش. ففعلا كثير من الامينو اسيد لهم مور ذان 1 كودر. احيانا اثنين، احيانا ثلاثه، احيانا اربعه، احيانا سته. بتختلف. الكلام ده هنقوله ان شاء الله اما نتكلم عن الترانسليشن في ذلك. اوكي؟ فاذا ده يستلزم وجود more than one tRNA for some amino acids. They call for some amino acids اللي هم لهم more than one coder. وهنفهم الكلام ده بعدين. ان شاء الله هنقوله بتفصيل اكثر ان شاء الله. طيب. تاني كده كفايه على tRNA ننتقل الى الرايبوسوم الRNA. ثم ار ان ايه لما اختصر ار ان ايه ده موجود طبعا في الرايبوسومز، وزي ما اتفقنا من شويه انه يمثل 80% من الار ان ايه بتاع الخليه. الرايبوسوم عموما تقريبا نصه ار ان ايه ونصه بروتين. تقريبا نصه ار ان ايه ونصه بروتينات. نصه كذا نوع من الار ان ايه ونصه كذا نوع من البروتينات. المبين سيتوبلازميك رايبوسوم عباره عن تو سب يونتس، واحده صغيره واحده كبيره. الصغيره اسمها 40 اس والكبيره اسمها 60 اس. واما الاثنين مع بعض يشبكوا يعملوا لي 80 اس 80 اس. اوكي؟ قبل ما نستقبل الحديث نشوف يعني ايه كلمه اس، اشمعنى بنسميها اس دي؟ اس دي يعني ايه؟ اس دي تعتمد على what we call the sedimentation coefficient، معدل هبوط الموليكيولز في الالترا سنتريفيوج. يعني ايه؟ لو كنا فاكرين في اوائل الكلام بتاعنا في الجزء الاولاني خالص الفيزيوكيميكال برنسبلز، قلنا لو عندي عينه دم وحطيتها انتيكوجولنت ودورتها في السنتريفيوج يحصل ايه؟ الريد سيلز تنزل تحت خالص مش كده؟ وبعدين في طبقه رفيعه كده بنسميها وايت كوت. يعني انا بحطها في انبوبه تنزل الريد سيلز تحت خالص، وبعدين في طبقه بيضاء كده، وبعدين البلازما تبقى فوق. ليه الريد سيلز تنزل تحت خالص؟ لان هي الادهم. والوايت كوت دي تشمل ايه؟ الوايت سيلز والبليتس. وبعدين البلازما تبقى على السطح. ده البلازما الدنسيتي بتاعتها اخف من الريد سيلز. والوايت سيلز والبليتس اخف من الريد سيلز برضه. بس اهم البلازما فعشان كده هيترتبوا. مظبوط؟ طيب لو عندي بقى موليكيولز بروتينز وحطيتها برضه في السنتريفيوج، يعني بلازما حطيت بلازما في السنتريفيوج ودورتها. هل يحصل سيباريشن للموليكيولز بتاعتها؟ ليه بقى؟ لان قوه السنتريفيوج ما هياش كفايه، سنتريفيوج العادي انا قصدي، علشان تخلي البروتينز يحصلها هبوط تحت زي ما حصل لريسيت. لان البروتينز بارتكل صغيره قوي. عشان تنزل فيها اخرى عاوزه فيري سترونج سنتريفيوج. ده اللي سميناه ايه؟ الترا سنتريفيوج. قلنا السنتريفيوج العادي بيلف حوالي مثلا 3000 لفه في الدقيقه، 4000، 5000. الالترا سنتريفيوج بيلف بسرعه قد ايه؟ 60000 100000. حاجة رهيبة جدا. فدي بتديني سترونجر جرافيتيشنال فورس، تدي قوة طرد مركزية قوية جدا، تقدر تخلي البارتكل الصغيرة يحصلها برضه هبوط في الالترا سنتريفيوج. اوكي؟
معدل الهبوط بقى اللي اتكلم عنه واحد اسمه سبيلبرج. ومن هنا جت الاس دي معناها سبيلبرج يونت. سبيلبرج ده واحد من العلماء اللي عمل علاقه بين ايه؟ بين سرعه الهبوط في السنتريفيوج في الالترا سنتريفيوج طبعا، وبين الدنسيتي بتاع البارتكلز وحجم الموليكيولز. سنتريفيوجن كوفيشن اعتمد على الدنسيتي بتاع البارتكلز شكلها ايه بالنسبه للدنسيتي والميديوم طبعا اللي هم بينزلوا فيه، على شكل البارتكل ايه وحجم البارتكل ايه والموليكيولر ويت ايه. كل دول بيأثروا على سرعه الهبوط، وسرعة الهبوط بيقدر بوحدات. وحدة هبوط الهبوط وحدة السرعة معناها ايه؟ السرعة العادية وحدتها ايه يا ولاد؟ متر في ثانية، مش كده؟ متر في ثانية. انما هناك بقى وحدة صعبة قوي قوي هنسميها سبيكتر يونت خلاص؟ أو اس يونت. فإذا الاس دي هي معدل الهبوط. معدل في بيمشي بمعدل 40 يبقى اسمها 40 اس، في بيمشي بمعدل 60 يبقى معدل 60 اس. بس هنلاحظ هنا حاجه قد تبدو غريبه، هي يا ترى؟ ان الاثنين مع بعض لما يكونوا متحدين مع بعض وبيتحدوا هنعرف بعدين ازاي؟ بينزلوا بسرعه كام بقى يا ترى؟ هل بسرعه 40 و60 يبقوا 100؟ لا، بسرعه 80 مش 100 ولا حاجه. يعني الموضوع له علاقه صحيح بحجم البارتكل، انما ما لهاش علاقه ليا بين الاثنين. وهنلاقي بعد كده لما جمعنا ال 40 و 60 ما طلعوش 100، سرعه الهبوط تبقى 80 بس، ما بقتش 100 ولا حاجه. اوكي؟ خلاص فهمنا اس يعني ايه؟ يعني سبات بالكيوريت، ودي بقول تمثل سرعه الهبوط في الالترا سنتريفيوج. ده بينزل بسرعه 40، ده بينزل بسرعه 60، اما اشبكهم في بعض ينزلوا بسرعه 80. طيب الوحده الكبيره 60 اس دي فيها حوالي 50 بولي بيبتايد شين، والوحده الصغيره 40 اس فيها حوالي 35، من 30 الى 35 بولي بيبتايد شين. خلاص؟ بالاضافه الوحده الصغيره فيها نوع واحد من الار ان ايه اسمه 18 اس. ليه سميناه 18 اس؟ لانه بيهبط بمعدل 18 سبات بالجيوت. طيب الوحدة الكبيرة فيها ثلاث أنواع من الـ RNA. نوع صغير قوي 5S، ونوع أكبر شوية 5.8S، ونوع أكبر قوي 28S. أوكي؟ دول كلهم موجودين في الريبوسوم البارتيكل. الـ 18S بتاعت الـ Smaller Subunit الـ 40S، والـ 28S والـ 5.8S، الثلاثة دول بيتعملوا كوحدة واحدة في الأول وبعدين بتتقسم. بتتقابل الأول الـ 1 بولي نيوكليوتايد تشين. سرعة هبوطها 45. سرعة هبوطها إيه؟ 45. بعدين تتقسم هنا. حتتين منهم يروحوا للـ 60 سب يونت. لو 5.8 و22، وحتة 18 تروح للـ 40 سب يونت. أوكي؟ بس بقول دول كانوا أساساً 1 بولي نيوكليوتايد تشين. يعني بعملهم كام جين؟ جين واحد بالظبط. يبقى اذا انا عندي كام جين عشان اعمل الرايبوسوم الار ان ايه؟ اثنين بس. برغم ان عندي كام نوع من الرايبوسوم الار ان ايه؟ اربع انواع. عندي اربع انواع من الرايبوسوم الار ان ايه، بس كام جين بيعملوهم؟ اونلي تو. واحد متخصص في بناء ال 5 اس، واحد يعمل الثلاثه التانيين انواع يونت، وبعدين نقطعها ونوزعها على الرايبوسوم. اوكي؟ الرايبوسوم بيحصل له باكجينج فين؟ يعني ايه باكجينج؟ يعني تجمع وحداته مع بعضها البروتينات مع الرايبوسوم الار ان ايه بيتجمعوا مع بعض فين؟ في النيوكليولس. في النيوكليولس. عشان كده لما الاقي نيوكليولاي كتير اتوقع ان دي اكتف سيل. ليه فيها رايبوسومز كتير؟ يبقى بتعمل بروتينات كتير. وده بقول تاني اهم دليل كان بيتعمل في النيوكليوس. البروكاريوتس بقى الريبوسوم بتاعها مختلف شويه، وكذلك الميتوكوندريا. البروكاريوتس الريبوسوم بتاعها الوحده
فرقتين بانه 50 و30 بدل 40 و60، بدل 60 الكبيره و40 الصغيره، الناس 50 الكبيره و30 الصغيره. هما يمسكوا مع بعض بيتحولوا الى 70 اس رايبوسومز. اوكي؟ الميتوكوندريال رايبوسومز اصغر من كده كمان. قد ايه يعني من 55 الى 60 اس؟ ده الميتوكوندريال رايبوسومز. خدوا بالكم الميتوكوندريا لوحدها ليها رايبوسوم بتاعها. ما ننساش ان كان ليها كمان ايه؟ الدي ان ايه بتاعها. وليها التي ار ان ايه بتاعها. ها؟ الميتوكوندريا مختلفه. حتى في بعض الناس كانوا بيحاولين يحطوا ثيوري ان كان الميتوكوندريا دول انفيدنج اور بودي، يعني هم هجموا الجسم بتاعنا وعايشين معاه ان سيمبيوسس، هم ياخدوا منه حاجه ويدوا له حاجه، طبعا يدوا له انرجي. يعني كلام كده نظر. الرايبوسوم طبعا شغلته عمليه بناء البروتين اللي احنا هنسميها ترانسليشن قدام شويه باذن الله. اوكي، عايزين نضيف هنا كلمه صغيره وهنقولها تاني ان شاء الله لما نتكلم عن الترانسليشن. ان الرايبوسوم الار ان ايه اللي موجود في ال 60 اس سب يونت او الرايبوسوم له انزيماتيك اكتيفيتي. هو ده في الواقع اللي بيشبك الامينو اسيدز مع بعض عشان يعمل بيبتايد بوند. يعني احنا بنقول انا بجيب الامينو اسيد واشيلها على مين؟ على تي ار ان اي، مش كده؟ ويجي الميسنجر ار ان اي يقف كده وارتب عليه التي ار ان اي حسب الكود مع الانتي كود، مظبوط؟ وبعدين امسك كل امينو اسيد مع الثاني، ده كده باختصار شديد. امسك كل امينو اسيد، كل امينو اسيد يفك من الـ من التي ار ان اي بتاعه ويشفك في اللي جنبه. اوكي؟ كل اللي هيتقال بعدين بالتفصيل زي ما بقول. طيب النقطة الأخيرة دي إن الأمينو أسيد يسيب الـ RNA بتاعه ويشبك في اللي جنبه، دي اللي بيقوم بيها إنزيم طبعا. هذا الإنزيم is the RNA of the 60S subunit. وده سميناه إيه بقى فاكرين في الإنزيمز؟ رايبوزايم. إحنا لما اتكلمنا عن الإنزيمز قلنا إيه الكيميكال نيتشر بتاعهم؟ قلنا virtually all are proteins. يعني تقريبا كل الانزيمات بروتينات تقريبا. في very few examples of RNA as enzyme. واحد منهم اهو. ال RNA بتاع 60S subunit of our ribosome هو اللي بيعمل connection للامينو اسيد مع بعض، يعني it is an enzyme له enzymatic activity بحيث ان هو ريبوسوم ال RNA فبنسميه ريبوزايم. عرفنا بقى ليه سميناه ريبوزايم؟ لأن الرايبوسوم الـ RNA that has enzymatic activity. أوكي؟ طيب، فاضل بقى نوعين صغيرين كده من الـ RNA. هنعرف عنهم تفصيلات أكتر قدام برضه شوية إن شاء الله، اللي إحنا بنسميه small stable RNA. Small stable، small لأنه صغيرين. بيبقى الواحد منهم حوالي 90 نيوكليوتايد تقريباً، صغير. والستيبل لانه بيعيش كتير ما بيتكسرش بسرعه. ودول في منهم نوعين. نوع موجود في النيوكليس يبقى نيوكليار سمول نيوكليار ار ان اي، ونوع في السيتوبلازم يبقى سمول سيتوبلازم ار ان اي. طبعا سمول نيوكليار موجود في النيوكليس مع بروتين يعمل سمول نيوكليار رايبو نيوكليو بروتين. خدوا بالك هو اسمه سمول نيوكليار ايه؟ ار ان اي. ريبونيوكليك اسيد. اما يشبك في بروتين يبقى سمول نيوكليار ايه؟ ريبونيوكليك بروتين. ودي اختصارها سنيرب. ولو كولوتين يبقى سنيربس. سنيربس يعني سمول نيوكليار ريبونيوكليك بروتينز. اوكي؟ سنيربس دي مهمه جدا هنعرف بعدين فور ماتيوريشن اوف ماسنجر ار ان اي. مش هنتكلم عن الماتيوريشن دلوقتي، هنتكلم عنه بعدين ان شاء الله. مبدئيا السنيربس دول مهمين جدا فور ماتيوريشن اوف ماسنجر ار ان اي. اذا السمول نيوكليار رايبو نيوكلي بروتين ده مهم جدا. دول بقى مالهمش دعوه بالايه؟ بالثلاثه الاصليه اللي هما الماسنجر والترانسفير والرايبوسوم والار ان. في برضه في السيتوبلازم سمول نيوكليار سمول سيتوبلازميك ار ان اي. وانا اختصرها اس سي ار ان اي. وده برضه مع بروتين يعمل اس سي ريبونيوكليك بروتين اس سي ار ان بي. انا حاجه هنا
مثال واحد حاجة اسمها signal recognition particle. ايه signal recognition particle ده بيعرف الريبوسوم اللي ماسك الميسنجر ار ان اي وبيبني بروتين ان البروتين ده هنفرزه بره هنخرجه بره الخلايا. فده بيوصله بالسيل ميمبرين علشان ايه؟ عشان افرز هذا البروتين الى خارج الخلايا. يبقى السمول سايتوبلازميك ريبونيوكلي بروتين ده احد انواع السمول سايتوبلازميك ار ان اي ماسك مع بروتين. وده شغلته الثاني ايه؟ في الحاجات طبعا من ضمنها ويقول ذا سيجنال ريكوجنيشن بارتيكل. ها؟ وليه بيسموه سيجنال ريكوجنيشن بارتيكل؟ لان بدايه البيباي شين بتاعت البروتين اللي انا عاوز اطلعه بره ده تعتبر سيجنال، تعتبر علامه ان انا عاوز اخرج البروتين ده خارج الخلية. يقول لي سيجنال ريكوجنيشن بارتيكل ده اللي هو سمول سايتوبلازميك ار ان اي مع بروتين ويوصله بالسيل ممبرين البلازما ممبرين او بالانتربلازم كريتيكال عشان يخرج بره الخليه. اوكي؟ فاذا ده مهم فور سكريشن اوف بروتينز. وفي بروتينات احنا بنصنعها ونخليها جوه الخليه، وفي بروتينات بنخرجها بره. فلو عايزين نخرجه بره لازم نخرجه عن طريق ايه؟ السيجنال ريكوجنيشن بارتيكل. ويبقى كده خلصت الكلام عن الار ان اي. ننتقل بعد كده عن اورجنايزيشن اوف يوكاريوتيك دي ان اي. اتش ان ار ان اي معناها هيتروجينيوس نيوكليار ار ان اي. اول ما بنصنع الماسنجر ار ان اي بيبقى على هيئه وات وي كول ذا هيتروجينيوس نيوكليار ار ان اي. ذا فورم اوف ار ماسنجر ار ان اي بيفور بروسيسنج بيفور ماتوريشن. قبل ما يحصل ماتوريشن للار ان اي بنسميه heterogeneous لما هو heterogeneous in size and sequence. nuclear لانه لسه في النيوكليس ما عملناش maturation. RNA HN RNA. اوكي. طيب احنا بدأنا الكلام في الواقع خدنا فكره اللي هنكملها ان شاء الله عن الهيومن جينوم. الهيومن جينوم زي ما خدنا قبل كده وقلنا بالتفصيل حتى عباره عن 23 pairs of chromosomes. وطبعا دي not appear as chromosomes الا during subdivision زي ما احنا عارفين. فريسنج سيجما شكلهم ايه؟ they are dispersed throughout the nucleus. وعاملين what we call the chromatin network. chromatin network دي هي مجموع الكروموسومز فريسنج سيج. هم بيبانوا as chromosomes امتى؟ only during subdivision. اثناء الميتوسيس مثلا زي ما خدنا قبل كده في الميتافيز بيبانوا الكروموسومز كده منفصلين واضحين عن بعض. انما في العادي بيبقوا ديسبيرس متوزعين throughout the nucleus وعاملين مع بعض ذا كروماتين نتورك. اوكي. كل كروموسوم مكون من ايه يا ترى؟ من 1 دي ان اي مولكيول. اونلي 1 دي ان اي مولكيول. طبعا دي ان اي مولكيول ده كبير قوي. A very long one. في طبعا زي ما احنا خدنا قبل كده مليونز اوف نيوكليوتايدز. بالاضافه كمان كحاجه اساسيه هيستوري بروتينز. حاجه اساسيه اساسا مكون من 1 دي ان اي مولكيول وهيستوري بروتين. بالاضافه دول كمان they are associated with ايه كمان؟ with little non هيستوري بروتينز and RNA. هنعرف دلوقتي ليه associated with non هيستوري بروتينز and RNA. بس الاساسي ايه؟ 1 دي ان اي مولكيول مع هيستون بروتينز. هنشوف ان الدي ان اي مولكيول ده ملفوف حوالين الهيستون بروتينز وعامل وحدات هنسميها نيوكليوسومز. كله يبقى ملفوف كده بيعمل يعني ايه بيجده؟ يعمل له بروتكشن اجينست دي ان ايز. كده انا حميت الدي ان اي من انه يكسر باي دي ان ايز. وفي نفس الوقت منعته من العمل طالما انا مش عايز اعمل. يعني ايه يعمل؟ يعني اصنع منه ار ان اي عشان اعمل بعد كده بروتين. فانا كده منعه من العمل الا اذا سمحت له بالعمل. فدي فايده ايه بيشو؟ تقفل عليه السكه كده باختصار شديد، تقفل عليه السكه وتحافظ عليه. فدي فايده ان هو يبقى ملفوف حوالين هيستون بروتين وعامل نيوكليوسومز.
الـ 9-ستون بروتين بيعملوا إيه؟ في بروتين رئيسي أكتر واحد معروف اسمه النيوكليوبلازمين. النيوكليوبلازمين ده أولاً أنيوريك بروتين عكس الـ هيستونز. هيستونز أر كابيوريك عليهم أوفر تشارج فيهم بيسك بروتين. إنما ده النيوكليوبلازمين فيهم أسيدك بروتين وبالتالي أنيوريك. أوكي؟ It can interact with the histones. ممكن هذا النيوكليوبلازمين يعمل interaction مع الهيستونز. ايه فايدته بالظبط؟ It is not very clear. انه بيشتغل بيمنع ال non specific binding بين ال DNA وبين الهيستونز. ده الكلام اللي بيتقال والله اعلم. انه it's not clear الى الان ايه فايدته النيوكليوبلازم. طب هل في بروتينات اخرى ما هياش هيستون غير كده؟ ايوه في scaffold protein. Scaffold يعني أو حاجة نرتكز عليها. حاجة نرتكز عليها. هنتكلم عنها إن شاء الله، هنتكلم عن تركيب الـ DNA signature منها، بس في حاجة اسمها scaffold protein. في كمان انزيمز. يبقى انزيمز إيه؟ مال مال الانزيمز ومال الكروموسومز. الانزيمز دي اللي هتشتغل على الكروموسومز، على الجينز، عشان تصنع منها RNA مثلا. مش كده؟ أو برضه ممكن تشتغل عليها أثناء عملية الريبليكيشن عشان تصنع دي إن إيه؟ دول الإنزيمز. مش كده؟ استمرار عند الإنزيمز تصنع RNA من الجينز الموجودة في الدي إن إيه عشان تصنع بعد كده بروتين. دي شغالة على طول. وأثناء السيل ديفيجن يبقى في إنزيمات تصنع دي إن إيه. أدي الإنزيمز. في كمان ريجلتوري بروتينز. إيه ريجلتوري بروتينز دول؟ دول بينظموا عمل الإنزيمات. لا يسمحوا للإنزيمات بالعمل أو لا يسمحوا للإنزيمات بالعمل. وده كله هيبان قدام شوية لما نتكلم عن عملية الترانسكريبشن إن شاء الله. طيب قلنا في نون هيستون بروتين وفي كمان ار إن إيه. ليتل ار إن إيه. ليتل نون هيستون بروتينز وليتل ار إن إيه. هنسافر بالإضافة للأصل وان مولكيول دي إن إيه وهيستون بروتين. طب أمال إيه الأر إن إيه ده اللي أسوسييتد؟ لان انا بصنعه عشان استفيد من الدي ان ايه وانا في اللي ده بعمل ايه؟ باخد منه معلومات عشان اصنع ار ان ايه. طب ما هو اثناء ما انا بصنع هذا الار ان ايه يبقى الار ان ايه موجود في الكروماتين هيروح فين؟ لغايه ما يخرج بقى من اليوكس. انا في الاول على الاقل موجود. بعدين دلوقتي كل جزء من دول موجود فيه. اوكي؟ الهيستون في منهم خمس انواع. منهم اربعه بيعملوا النيوكليسوم وسط النيوكليسوم واحد بيساعد على الباكجينج. اوكي؟ الهيستون بروتينز عموما زي ما خدنا زمان في الهيستونز ار بيسك بروتينز. فده طبعا نفس الكلام. في منهم انواع ثلاثه ريتش ان لايسين ونوعين ريتش ان ارجينين. اشمعنى لايسين عند ارجينين؟ دول البيسك امينو اسيدز. مظبوط. دول البيسك امينو اسيدز. كويس خالص. الثلاثة اللي ريتش اللايسين يشمل بنسميهم H1 و H2A و H2B. H1 لا يدخل في تركيب النيوكليسوم. إنما H2A و B يخشوا في تركيب النيوكليسوم. أوكي؟ الأرجينين ريتش يشمل H3 و H4. وهم الاثنين بيخشوا في تركيب الكور بروتين بتاع النيوكليسوم. مفيش هيستيدين. الهيستيدين هنا مش كتير، فيه مش مفيش، ولكن مش كتير. الأهم منه الأرجينين واللايسين. أوكي؟ الهيستيدين طلعلك موجود فين كتير قوي بقى؟ في الهيموجلوبين. إنما هنا بالذات الأرجينين واللايسين. بس عشان نعرف آخر حاجة هنقولها، آدي الكور بروتين وآدي الدي إن إيه لافف حواليه. البروتين ده اللي هو هيستونز زي ما قلنا مجموعة من الهيستونز. مين مجموعة من الهيستونز اللي موجودة في الكور؟ ليه أولا سميناها كور بروتين؟ عشان بروست في القلب. كور يعني الحاجة اللي في القلب بروست. ها؟ فدول الكور بروتين أهو والدي إن إيه ملفوف حواليه. الدي إن إيه ملفوف حواليه لفتين زي ما إحنا شايفين. ملفوف يا ترى ليفت هاندد ولا رايت هاندد؟ بص كده. ليفت هاندد زي ما قلنا زمان. هل ده يعتبر ايه بقى؟ يعتبر نيجاتيفلي ولا بوزيتيفلي سوبر كول؟ نيجاتيفلي زي ما قلنا زمان برضه نيجاتيفلي.
that we supercoil DNA is more favored biologically for intracellular than transcriptional replication. While transcription لازم نحط ال DNA فكل من الاول يكون نسبيا ميال فكتان نيجاتيف سوبركولي ده بيسرع العمليه. اوكي؟ ودول اللي شويه جسور بقى بره هنا خدوا بالكم. الكور بروتين ده قلنا اربع انواع اتش او اي واتش او بي واتش 3 واتش 4. كل واحده من دول فيها كام مولكيول من دول؟ اثنين. اذا كل كور بروتين يحتوي على كام بوليبتايد؟ 8 4 في 2 4 في 2 الأربعة مين هما؟ اتش 2 اي اتش 2 بي اتش 3 اتش 4 ادي 4 مضروبين في 2 يبقى التوتال 8 بروتينات في 8 بروتينات في كل كور بروتين اللي هو موجود في الوسط وحواليهم في ايه؟ ده في الكبتين وهنقول بقى تفصيلات اكتر المره الجايه ان شاء الله.